طيب هناخد بس خبر سريعا كمان. الحقيقة انه امبارح قيل كان في كلام تردد الاول، وبعدين ايه طلع يعني صدر البيان الرسمي من المجلس من البرلمان المصري انه رئيس وزراء اثيوبيا طالب، هو اللي طالب مش تمت دعوته، انه يجي يزور مصر وانه يلقي كلمة امام البرلمان المصري يوجهها الى الشعب المصري. فامبارح طبعا يعني قبل بس ما اقول الخبر ده اقول لحضراتكم انه مثلا انا عندي دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري كان ليه تصريح لسه اول امبارح مأكد فيه انه مصر تواجه تحديات كبيره في مجال المياه لانها بتعتبر من اكثر الاقاليم استيرادا للغذاء، ونحن احنا بنستورد مثلا التكنولوجيا للعلوم المائيه. دي كانت كلمه قالها في المنتدى العربي الرابع للمياه اول امس الاحد، قال فيها انه اول امس الاحد قال فيها انه المشاكل اللي بتواجهها الامه العربيه بتضع اولويات كبيره. مصر مثلا بيتركز السكان فيها ب 5% حول نهر النيل، والحصه المائيه ثابته زي ما هي، واشار ان مصر بتواجه عجز حقيقي في الميه في المياه والمياه الجوفيه، وانه بيتم تعويض هذا العجز عن طريق اعاده استخدام المياه، وان مصر هي اعلى دوله في انتاج القمح. فدي طبعا ده جزء تاني، ده شق تاني بيخلينا طول الوقت محتاجين للمياه. فيما يخص بقى المياه ومع الزياده السكانيه من المتوقع زياده كمان العجز ده. طيب فانا لما يبقى عندي التصريحات دي من وزير الري المصري، واحنا عارفين حتى من قبل التصريحات دي ان مصر عندنا انت عندك التغيرات المناخيه، ودي على فكره التغيرات المناخيه من اهم التحديات اللي بتواجه مصر بالمناسبه، هي بتواجه العالم كله ومصر. ده خلى الدولة تعمل استراتيجية مفروض ان احنا نشتغل عليها من دلوقتي ل 2050 ل 2050، فيها بقى محاور استراتيجية في التنقية، معالجة مياه الصرف للزراعة، فلازم طبعا يبقى فيها تنوع لمصادر المياه لاستخدامها، لازم يبقى فيه كلام على الترشيد عن طريق استخدام محاصيل بتتحمل المياه الشحيحة، ما تبقاش المحاصيل محتاجة لكم كبير جدا من المياه. كل دي حاجات مهمة، تنمية الموارد المائية، الاعتماد على تحلية مياه البحر، دي كلها امور مهمه جدا. فلما يبقى عندي تصريحات دي وفي نفس الوقت انت قاعد بقى عارف انه اخر اجتماع كان فيه مصر والسودان واثيوبيا، السودان واثيوبيا تعمدوا يعني انهاء الموضوع بشكل ما فيهوش يعني افشال الموضوع، ما وصلناش لحل ورجعوا تاني بيتكلموا في نقاط من سنتين كنا متكلمين فيها، يعني بيقول لك وش كده احنا بنعطل لك الدنيا، فلا ده موضوع مهم. خلينا نشوف الأول جزء من المنتدى اللي اتكلم فيه وزير الري وقال الكلمة دي، اللي هو المنتدى الرابع العربي للمياه، ده بيعقد الحقيقة في القاهرة على مدار 3 أيام، وأعتقد إنه كلمات فيه مهمة جدا. خلينا نشوف جزء من هذا التقرير ونرجع نعرف إيه حكاية رئيس الوزراء الإثيوبي اللي طلب حضوره إلى مصر، وهو بالفعل قادم في ديسمبر يعني بعد أيام المفروض، وأن يلقي كلمة أمام البرلمان المصري يوجهها إلى الشعب المصري. بمشاركة 22 دولة ناقش المنتدى مبدأ الشراكة في المياه، والإشارة إلى أن هناك نقصا شديدا في نصيب الفرد من المياه في الدول العربية. إن ندرة المياه تعد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي. 40% من سكان العالم العربي يعيشون في مناطق تعاني من ندرة مطلقة في المياه. العرب يمثلون 5% من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوى على 1% فقط من المياه العذبة. وفضلا عن ذلك تعاني المنطقة العربية من أكبر عجز غذائي في العالم. مصر 95% منها صحراء، بيتركز السكان على مساحة 5% حوالين نهر النيل والدلتا. تعتمد في مواردها المائية على مياه عابرة للحدود بنسبة 97%. حصتها المائية ثابتة على مدار آلاف السنين بالرغم من الزيادة السكانية التي زادت 10 أضعاف عما كانت عليه حينما كانت المياه متاحة. تواجه مصر عجز حقيقي يمثل 25% من استخداماتها الحالية و 35% من المياه المتجددة من النيل والمياه الجوفية. العجز ده بيبلغ حوالي 90% من إجمالي الاحتياجات المتجددة للوفاء بكامل احتياجاتها المائية. يتم تعويض هذا العجز من خلال وسيلتين. الوسيلة الأولى إعادة الاستخدام
وهي تمثل 25% من كامل الاستخدامات المائية، وهذا يجعل الكفاءة الكلية لإدارة واستخدام المياه في مصر هي الأعلى في أفريقيا من حيث الكفاءة والإنتاجية. يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت هام جدا، حساس جدا، لأن مصادر المياه المتجددة في المنطقة العربية والتي يعني تبلغ حوالي أكثر من 65% من مواردنا المائية تتعرض في هذه الآونة إلى بعض المشاكل نتيجة لبناء السدود في دول المنبع، سواء بالنسبة لنهر النيل أو دجلة أو الفرات، مما يؤثر على حصة الشعوب العربية والدول العربية في هذه المياه، ويؤثر على استدامة النمو، وأيضا على الأوجه الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا العربية. نحن المنطقة العربية نعاني من شح المورد. هناك قضايا مشتركة وهناك أمور تحتاج بصورة كبرى لتضامن عربي لمواجهتها، ثم أن هناك قضايا غير فنية، الحروب والإرهاب وهذه القضايا لا بد من التصدي لها، لأنه لا يمكن أن نعالج مسألة المياه ما دامت البيئة حولنا فيها هذه التحديات من إرهاب وحروب في بلادنا. مؤتمر أداء أيضا للتعرف على الحلول الغير تقليدية دي. احنا بنتكلم على ما هو متاح، ايه تكنولوجيا تطهير الري، استخدام السعر عن بعد والأقمار الصناعية في التعرف على الاحتياجات المائية. ده أحد المشروعات اللي موجودة مع المجلس العربي للمياه مع مؤسسة بتاعت ناسا والبنك الدولي. بالتعاون والمشاركة العربية تضافرت الجهود لتحويل التحديات التي تواجه قطاع المياه وندرتها إلى فرص للنمو والتنمية. شيماء أبو المكارم،